هيصل امام المسجد الاقصى، هيصل امام الاسرى في فلسطين اللي بيحاربوا بالامعاء الخاويه، هيصل قدام التاريخ ماذا قدمت حتى ياتي مشروع النهضه. فقدموا لانفسكم فمصر تنتظركم. 23 و24 ان شاء الله دكتور مرسي كسبان، وهنيجي في محافظه الجيزه هنا ونحتفل بالنصر ان شاء الله، ومعاكم كلكم موجودين. مشروع النهضه هو مشروعنا جميعا. ارجو جميعا ان نثبت وجودنا في مشروع النهضه حتى يذكرنا التاريخ. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صوت واحد في الميدان، صوت واحد في الميدان. ان شاء الله مرسي الكسبان، ان شاء الله مرسي الكسبان. صوت واحد في الميدان. قوة، عزيمة، إيمان، إن شاء الله مرسي كسبان. شكرا للدكتورة عزة التي نبهتنا لوجود المرأة بيننا والتي لم ننسها أبدا على الإطلاق. فليست هي نصف المجتمع فحسب، بل هي يمكن المجتمع كله. جاءنا رجل عظيم، علم من أعلام السلف، له مدرسته ويستمع إليه الكثير، زاد من ثقل علمه المنصة وزنا وثقلا. جاء ليدعم الدكتور مرسي رئيس الجمهورية مع فضيلة المهندس العلامة الشيخ فوزي السعيد. كل الشعبية الهوية، كل الشعبية الهوية. مرسي رئيس الجمهورية، مرسي رئيس الجمهورية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، أنا جئت معكم اليوم لأعلن سبب اختياري للدكتور مرسي كمرشح لرئاسة الجمهورية، ذلك لأن أوضاعنا صعبة، ولأن النظام الفاسد وضعنا في ظروف شديدة، في ظروف حرجة، نحتاج معها إلى رجل قوي، نحتاج معها إلى رجل قوي مدعوم بجماعة قوية وبمجلسين قويين وبإرادة شعبية وصاحب تاريخ معروف للناس يشهد له، وصاحب برنامج من أفضل أو هو أفضل البرامج التي قدمت بشهادة علماء الهيئة الشرعية. وإذا فلله عز وجل لا نحابي أحدا ولا نجامل أحدا، وإنما هي شهادة لله. اخترت هذا الرجل ورجوت الله عز وجل أن يمن علينا به، ثم أن يسدده في أن يأخذ بأيدينا جميعا إلى الشريعة الغراء، ليعلم العالم كله بصفة عامة والإسلامي بصفة خاصة أن الشريعة ليست بعبعا وأنها ليست حدودا فقط المشهورة المعروفة عند الناس، وإنما هي منهج حياة يجد فيه القاصي والداني كل ما يرمو إليه وما يرجوه من عدل ونهضة وسعة وحرية، كما قال ربعي بن عامر رضي الله عنه: جئنا لنخرج العباد
من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هذا اختصار، وبإذن الله عز وجل نرجو من الدكتور مرسي إن من الله علينا به أن يجعل هذه العبارة في أذنيه لا ينساها أبداً حتى نحصل جميع على نصر الله، ألا وهي الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، لا نرضى عبارة غيرها. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع في انتخاب هذا الرجل صاحب التاريخ العريق الذي يشهد له، وصاحب الحرية، وصاحب المشروع الأعظم للنهضة المصرية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. الشعب يريد تطبيق شرع الله. شكرا لفضيلة الشيخ المهندس فوزي السعيد على سعيه وجهده وهذه الكلمة الطيبة. بمناسبة هذا الحماس وهذه الانفعالات، فليتقدم الآن خطيب الثورة. نبدو ميدان التحرير السائر دائما حبيب الملايين، عضو ائتلاف شباب الثورة وعضو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح الدكتور صفوت حجازي. يلا يا صفوت قولها ويا. ده ما ينفعش اعلى من كده. يلا يا صفوت قولها ويا. مرس رئيس الجمهورية. هو الدكتور صفوت حجازي عضو مجلس أمناء الثورة والأمين العام لمجلس أمناء الثورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا، وأشهد الله عز وجل أني أحبكم جميعا، وأسأله عز وجل أن نحشر جميعا على حوض الحبيب صلى الله عليه وسلم.
حقيقة الوقت قصير جدا، وكلنا نتشوق لسماع الدكتور محمد مرسي. نعم، أقولها بكل قوة، أقولها من كل قلبي، أؤيد الدكتور محمد مرسي رئيسا لجمهورية مصر العربية. سامعني يرفع ايده فوق اعلى. دكتور صفوت الهوية، مصر رئيس الجمهورية، دكتور صفوت الهوية، مصر رئيس الجمهورية، مصر رئيس الجمهورية، مصر رئيس الجمهورية. نعم، ان شاء الله الدكتور محمد مرسي رئيسا لجمهوريتنا، ومن الجولة الأولى بإذن الله عز وجل إن شاء الله. حقيقة رسائل سريعة جدا أرد بها على ما أثير خلال 48 ساعة الماضية في الصحافة وفي وسائل الإعلام الذين لا يتركوننا وتكالبوا علينا جميعا. ويشفي صدري كلمة سمعتها من شيخي الدكتور محمد عبد المقصود عندما شكوت إليه هذا الهجوم. قال الدكتور محمد عبد المقصود: اطمئن، فإن رئيس مصر مكتوب في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الكون، وما نحن إلا أسباب. ادعى الإعلام أني أسب الدعوة السلفية وأني أشتم الدعوة السلفية، ومن أنا حتى أسب شيوخي وأساتذتي؟ من أنا؟ كل التقدير والاحترام لكل صغير وكبير في الدعوة السلفية في مصر، في مصر جميعها، فما أنا إلا غرس للدعوة السلفية في أرض الإخوان سقي بماء التبليغ والدعوة. فما كنت أبدا لأسب مؤمنا أو أتهم مؤمنا يوحد الله عز وجل، وقد نكون سويا على حوض الحبيب صلى الله عليه وسلم. إن كانت قد صدرت مني كلمة جرى بها اللسان فهذا من عفو اللسان، وإن أسيء فهمي فما قصدت إطلاقا أن أسيء إلى أحد في شعب مصر أبدا، فلهم كل التقدير والاحترام، وكيف أسيء إليهم ونصف هؤلاء أو ربع هؤلاء أو شيوخنا اللي على المنصة هم من شيوخنا، من أساتذتنا، من هذه الدعوة الطيبة المباركة إن شاء الله. هذا ابتداء. وثانيا أقول أيها الأحباب للإعلام: ألا تتقي الله عز وجل فينا؟ ألا تتقي الله عز وجل فينا؟ إن الكلمة نور، بعض الكلمات قبور، بعض الكلمات قلاع يعتصم بها النبل البشري. عيسى ما كان سوى كلمة، شرف الرجل هو الكلمة، أمر الله هو الكلمة، فاتقوا الله ولا تقولوا فينا إلا حقاً.